احنا اليوم فينا ان شاء الله نوريكم كيف تنقل في الخيل قرب انا بارم هذا هاو زيت شوف التراس الرقاق وغلاو هاو بارم الوركرات طريق السي ام ال كيفاش نطلقوا حلو شوف الفرق انتم غاديين توصلوا المكان ديال النصب ونوريكم كيفاش تبرموا هاو انتم غاديين بحال شوية بشوية ها كما تشوفوا انا بارم طراس غلاب ورقاق هاهم نفسر وقرصان هاهم تتولي بحال الضفيرة تروقوش خاصو شي حاجة مرحبا ها الطيح انا نبرم دابا وغتشوفو كيف نصبرو دابا نبرم ونوريكم كيفاش نبرمو نتاكر اي حاجة طاح في راسي ديرها نعرف نسيب ونقرصان ونخسن هاكرصان هاي قرصان ديال الكمبيوتر هذا ها أفضل ديرهم درهم قرصان نخسن دروا قوس راه غنبرمو مزيان غنبرمو مزيان باش يجي مزيان في الدوار ها طالع انا سمع هاي البرومو مزيان وكاس لك تبرم انا بقول فيها تبايصان وغتجيبو واحد اخر تاني مخرص غتجيبو واحد اخر مخرص غتعملو تم وغتجي تاني نفس البلاصة فين برمتي الاول وبرمتي التاني باش ميجيش باش ميجيش الخيط واحد مبروم واحد ممبرومش الطريقة ديال الخيط تحلو بحالك تحلو بحالك بحال صافي غتطلق ما يخلعك ما والو تخلعتي منه راه يخسر ليك صافي راه تم غادي راه تعقد وتخرص تخرص على جوج بحال وغادي مخرص ثلاثه تتبرم باش رقيق باش غليظ اللي عجبك هادشي راه طرح لي عندي شحال من مره ولاد ضفيرة شتيهم هاهم ولاد ضفيرة والله خلي اللي برا معاهم صافي هادي هي الطريقة اللي كاينة الآن نطلقو الآخر كاين إنسان قاعد قاعد يخدم في حاله بالطريقة يعني تخش حلو مزيان أول ديالو راه تجيك شي ناضي كيما هادي ها هما ضفيرة أخرى شتيها ضفيرة أخرى ها تضرب ضربة قوس تجيك ضفيرة